مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، نذيع على حضراتكم الآن وقائع المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عقب مباحثاتهما في العاصمة الهندية نيودلهي. الآن سوف نبدأ المؤتمر الصحفي المشترك. أود أن أدعو أولا رئيس الوزراء كي يقدم كلمته. صاحب السعادة عبد الفتاح، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السادة الوزراء وأعضاء الوفد المصري والزملاء من الإعلام، أنا سعيد بالترحيب بسيادة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي في زيارته الأولى للهند. سيادة الرئيس، أنت رجل يتميز بالكثير من الإمكانيات سواء ما أظهرته داخل بلادك أو في الخارج. نحن نجد أن عدد كبير من سكان الهند سعداء للغاية بوجودك بيننا هنا. مصر هي دولة تربط آسيا بأفريقيا، والشعب المصري يمثل صوت الإسلام المعتدل، والأمة المصرية تدعو دائما إلى السلام والاستقرار في أفريقيا والعالم العربي. مصر كانت داعما لقضايا الدول النامية. سيادة الرئيس، نحن نجد أن هناك الكثير من فرص التعاون لدعم الشراكة فيما بيننا. لقد اتفقنا على مجموعة من الإجراءات ومن الأعمال التي سوف نقوم بها لمشاركة التعاون فيما بيننا، ونحن لدينا الكثير على جدول أعمالنا كي نستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وكذلك لدعم الاستثمارات، بالإضافة إلى حماية وتأمين المجتمعات. فكل ذلك من شأنه أن يساعد في خلق التناغم والسلام في منطقتنا، ويضمن كذلك مشاركتنا فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقضايا الدولية. الأصدقاء، من خلال الحوار الذي أجريته مع الرئيس السيسي اتفقنا معا على البناء على الدعامات الموجودة لتعاوننا بالفعل، واتفقنا كذلك على الاستمرار وإعطاء قوة دفع كذلك للمزيد من المشاركة السياسية. نحن ندرك أهمية الروابط الاقتصادية والتجارية وأنها تلعب دورا محوريا للرفاه الاقتصادي في مجتمعاتنا. لذلك اتفقنا على أن نقوم بزيادة التعاون في مجال الخدمات وكذلك السلع والتعاون بين اقتصادياتنا، فهذا يجب أن يكون هو الأولوية الأولى بالنسبة لنا. ولذلك تم توقيع اتفاق للتعاون في مجال النقل البحري اليوم، وهذا سوف يمثل ممكنا مهم للغاية للمزيد من التعاون في المستقبل. أود كذلك أن أقوم بحث القطاع الخاص للعب دوره في بناء مجالات جديدة للتعاون وكذلك شراكات بين البلدين من أجل التنوع في حافظة المشروعات والتعاون الاقتصادي. فهذا سوف يعزز كذلك التعاون في مجال الزراعة وتطوير الصلب، بالإضافة إلى مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك قطاع الصحة. الأصدقاء، أنا والرئيس
لدينا وجهة نظر مشتركة، وهي أن التعاون معا سوف يساعد على القضاء على العنف، لأن انتشار العنف والإرهاب يمثلان تهديدا حقيقيا ليس فقط لبلدينا ولكن كذلك للأمم والدول في جميع أنحاء العالم والمجتمعات في المناطق المختلفة. وفي هذا السياق فلقد اتفقنا على أن نعزز من تعاوننا الأمني في هذا الإطار، لأننا يجب أن نكافح كل هذه الظواهر، وذلك من خلال تشارك المزيد من المعلومات. فهذه المعلومات من شأنها أن تساعدنا في مكافحة الإرهاب والعنف، وكذلك يجب أن نتعاون في التعامل مع التهديدات الناشئة ونعمل معا كذلك لإيجاد فرصة للتعامل مع مشاكل وقضايا مرتبطة بالجرائم عبر الوطنية وكذلك غسل الأموال، لأن ذلك مرتبط بأمتين لديهما حضارتين مشتركتين في الكثير من التراث. لذلك التعاون بين الدولتين سوف يساعد بشكل كبير كذلك من خلال التبادل الثقافي. أيها الأصدقاء، الهند تقدر العمل الجيد الذي قامت به مصر خلال الفترة الحالية لتواجدها في مجلس الأمن، ونحن ننوي التشاور بشكل أكبر بشأن القضايا الإقليمية والدولية داخل الأمم المتحدة وخارجها كذلك من أجل تحديد الأهداف المشتركة والعمل على تحقيقها. إن مجلس الأمن يجب أن يتم إعادة هيكلته لكي يعكس واقع اليوم. نحن كذلك نرحب بشراكة مصر وكذلك حضورها لقمة الدول العشرين الكبرى. نحن نؤمن بأن ذلك سوف يضيف قيمة وسوف يثري كذلك من النتائج التي سوف يتم التوصل لها في قمة الدول العشرين الكبرى. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعني مرة أخرى أعرب عن ترحيبي بكم وكذلك بالوفد المصري، وأتمنى لك وللشعب المصري كل النجاح، ونحن مستعدون للشراكة الكاملة للمشاركة في التنمية الاقتصادية وتحقيق كذلك أهدافكم الأمنية. شكرا لكم. نشكر سيادة رئيس الوزراء على كلماته، والآن ندعو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية كي يلقي كلمته. شكرا فخامة رئيس الوزراء مودي. بسم الله الرحمن الرحيم، أود في البداية أن أعرض عن سعادتي بزيارة جمهورية الهند الصديقة، تلبية لدعوة فخامة الرئيس برنب مخرجي. كما يتوب لي أن أعبر عن خالص تقديري وشكري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، فلقد أثبتت هذه الزيارة مجددا عمق العلاقات ورابط التعاون بين مصر والهند، وتلاقي وجهات النظر بينهما إزاء معظم القضايا الدولية والإقليمية والتحديات المشتركة التي يواجهها البلدان. واليوم وبالرغم من التغير المستمر في الظروف الدولية وموازين القوى العالمية، فإن جهودنا المشتركة لا تزال شاهد مستمر على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين وحرصهما على مواصلة التعاون للمساهمة في التوصل إلى حلول لمختلف القضايا الدولية. بل وقد زاد من العوامل التي تدفعنا لتعزيز علاقاتنا وتعاوننا تعاظم حجم التهديدات والتحديات المشتركة التي نواجهها، بدءا من مخاطر الإرهاب والتطرف التي تتطلب تضافر الجهود على كافة المستويات، ووصولا إلى قضايا تغير المناخ وتوفير مصادر الطاقة المستدامة للأجيال القادمة. ولقد اتضح من مناقشاتي مع دولة رئيس الوزراء السيد مودي وجود توافق كبير في وجهات النظر وعزم واضح
على تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات. وبناء على ما تم الاتفاق عليه خلال هذه المناقشات، فقد أصدرت توجيهات للحكومة المصرية بشأن ما يلي: أولا، العمل على تطوير خطة متكاملة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري وتوظيف قدرات البلدين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فرص التعاون الثنائي المتاحة وتكثيف حركة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز تبادل الخبرات في مختلف مجالات التنمية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، مع النظر في الإسراع بعقد اجتماع اللجنة المشتركة في أقرب فرصة. ثانيا، العمل على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع الهند وتطوير الأنشطة القائمة في هذا المجال، وبصفة خاصة ترجمة التوافق بين رؤى البلدين أزاء قضايا مكافحة الإرهاب والتطرف إلى إجراءات عملية وخطط واضحة لتفعيل وتطوير التعاون الثنائي في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون القائم في تقديم المساعدة الإنسانية والإجلاء من مناطق الكوارث الطبيعية والصراعات. ثالثا، العمل على تعزيز التعاون الثقافي على المستويين الحكومي والشعبي والبناء على علاقات الود والصداقة التي تربط بين الشعبين بما يعزز من فرص التعاون المشترك في مجالات الإبداع الفني وتعزيز حركة السياحة وخطوط الطيران بين البلدين. رابعا، مواصلة العمل على تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي وبصفة خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا الفضاء والتنمية المستدامة والزراعة والتنمية الحضرية والنقل. خامسا، تكثيف التعاون بين البلدين في المحافل المتعددة الأطراف بشأن مختلف القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية محل الاهتمام المشترك، بما يعكس توافق وجهات النظر بين قيادتي البلدين وعلاقاتهما التاريخية. السيدات والسادة، إن مصر تخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق المستقبل الأفضل لشعبها وتتطلع إلى تعاون وثيق مع شقيقتها الهند في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك على المستويين الحكومي والشعبي. ولعل التعاون الاقتصادي الحالي بين البلدين دليل على حجم الفرص المتاحة للتعاون بيننا بما يعود بالنفع المتبادل على شعبينا الصديقين. اسمحوا لي أن أعرض مرة أخرى عن سعادتي للتواجد بينكم اليوم وتقديري للأجواء الإيجابية التي سادت المباحثات التي تم خلالها التطرق لمعظم القضايا التي تهم البلدين. ولا شك أننا نخرج من هذه المشاورات بفهم أكبر ووعي أعمق للسبل الكفيلة بإعطاء دفعة هامة للعلاقات المصرية الهندية، خاصة في ضوء ما لا مثلها من نية صادقة وإرادة سياسية واضحة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، مما يجعلنا على ثقة في أن نتائج هذه الزيارة سوف تسهم في تحقيق تطلعات شعبينا نحو تحقيق التعاون المنشود. هذا وقد وجهت الدعوة لدولة رئيس الوزراء لزيارة مصر من أجل توديد أواصر الصداقة والتعاون التاريخي بين بلدين عظيمين وحضارتين عريقتين وشعبين صديقين يطمحان إلى مزيد من التنمية والرخاء. وفي نهاية كلمتي أوجه كل التحية والتقدير إلى هذه الأمة العظيمة وإلى قيادتها العظيمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I thank the two leaders for their statements. بالشكر للسيد الرئيس ورئيس الوزراء، وبذلك ننتهي من المؤتمر الصحفي. شكرا لكم جميعا. مشاهدينا الكرام، نذيع على حضراتكم الآن مراسم الاستقبال الرسمية التي أقيمت صباح اليوم للرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الجمهوري بالعاصمة الهندية نيودلهي. نتابع.
ولا يعني